بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقيكم في هذه المسابقة، المسابقة القرآنية الفرقية السابعة التي تقيمها العتبة العباسية المقدسة، وبهذا الجوار الطيب والطاهر مرقدي أبي الفضل العباس عليه السلام. نحن وإياكم في الحلقة الثانية والمرحلة الثانية. عندنا فريقين اليوم، فريق واحد منهم فقط راح يتأهل إلى النصف النهائي. إذا نرحب أجمل ترحيب بأساتذتنا أعضاء لجنة التحكيم، أستاذنا وحبيبنا سماحة الشيخ الدكتور منجد الكعبي، حياكم الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله. والإضافة الجميلة بالمسابقة وشمعة المسابقة وفاكهتها الملا عمار الكناني، حياكم الله ملا، الله يبارك فيكم إن شاء الله. والحافظ لكل القرآن الكريم ومفخرتنا أيضا الشيخ ماهر الحميري، حياكم الله أستاذ، الله يبارك فيكم إن شاء الله. والقارئ المتألق والحبيب فيصل مطر الشريفي، حياك الله. ونرحب أيضا بالفريقين، فريق الديوانية باء، حياكم الله، ونتعرف على الفريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المهتم بالتفسير طه عبد الحسين كريم، الديوانية فريق باء، حياكم الله. والمهتم بالتلاوة أيضا القارئ ياس فضل جاسم المهنا، فريق الديوانية فرع باء، حياك الله سيد. حياك الله. الحافظ مرتضى رائد عواد، الديوانية. شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا. أما الفريق الآخر اللي راح يكونوا ويانا هم أحبتنا وغوالينا من ميسان، فريق ميسان باء، حياكم الله، ونتعرف على الفريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني المهتم بالتفسير مظهر تركي جليل، عن فريق ميسان باء، حياكم الله. القارئ كرار عبد الحسن من محافظة ميسان، كل الهلا بيك. الحافظ محمد عادل سيد من محافظة ميسان، كل الهلا بيك كذلك، حياكم الله. نعم، نبدأ بالسؤال الأول. السؤال راح يطرح على فريق الديوانية باء، ناخذ ثلاث إجابات من السادة أعضاء لجنة التحكيم، هم يختارون إجابة واحدة، لجنة التحكيم تتضمن أجوبتها إجابة واحدة صحيحة والبقية قد تكون موهمة. نعم، السؤال يقول: ما معنى كلمة فارهين في قوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ ناخذ الإجابة الأولى من سماحة الشيخ الدكتور منجد الكعبي، تفضلوا. بل أحسنتم سيدنا، الفاره مشتق من فرهة على وزن فرحة، ومعناه المحبوب المرتاح وما شابه ذلك. نعم، إذن هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية ملا عمار الكناني، تفضلوا. أحسنتم سيدنا، جزاك الله خير الجزاء. أنا أرى الإجابة الصحيحة في هذا المورد، نعم، الفارهين هم المحزونين والتعساء والمظلومين. نعم، شكرا لكم ملا عمار. الإجابة الثالثة أستاذ فيصل. فارهين من الأصل فرهة، ومعناه يعني اللامبالاة، نعم، أو أنه يكون إنسان مسرور كذا وفرحان مع اللامبالاة. نعم يا فريق الديواني، اختار واحدة من الإجابات. يعني أحد هذه الإجابات هي صحيحة؟ أكيد نعم، ربما كلها خاطئة. الله، ربما يعني الإجابة الرابعة ليم سيد ياس، وبهذا الجرس اللي راح يحرق اليوم. نعم، إجابة الشيخ هي أقرب إلى أن تكون صحيحة. نعم، شيخ منجد الكعبي. للأسف الإجابة كانت مموهة، الإجابة الصحيحة ما تفضل به الأستاذ فيصل، الفاره هو معناه في الأصل السرور المقرون باللامبالاة وعبادة الهوى، كما يستعمل في المهارة عند العمل أحيانا. أحسنتم، بقية الإجابات حتى لو تكون قريبة لكن نحن نحتاج إلى إجابة واحدة، فبالتالي إما إجابة صحيحة تامة أو خاطئة تماما تعتبر. نعم، السؤال لكم أحبتنا فريق ميسان، ما معنى كلمة أفاك في قوله تعالى تنزل على كل أفاك أثيم؟ ناخذ الإجابة الأولى من سماحة الشيخ الدكتور منجد الكعبي. خدمتكم سيدنا، أفاك من الإفك، والإفك هو الكذب الكبير، فمعنى الأفاك من يكذب
كثيرا أكاذيب كثيرة. نعم. ملا عمار الكناني تفضلوا. حياكم الله سيدنا. الأفاك في هذه الآية رأي أنه من لا يعرف للكذب طريقا في حياته أبدا. نعم. الإجابة الثالثة أستاذ فيصل. بعدهم ما شافوا مصداقيتي ويا ذاك الفريق. خل نشوف هسه والله مصداقيتي. المفروض يعني لأن ما أريد أغشهم أصدقائنا. نعم. الأفاك صيغة مبالغة. مو من الكذب. لا. من الشيء الذي يمزج الحق بالباطل. يعني كالنفاق. نعم. يريك شيئا ويخفي شيئا آخر. أحسنتم شكرا لكم. الإجابة الصحيحة منه. الإجابة الصحيح هو كلام الدكتور الشيخ. أفاك والكذاب. نعم. الإجابة الصحيحة هي منه. نعم. الشيخ الدكتور. الشيخ منجد. نعم. يعني ما تثق بفيصل؟ لا مو ما أثق به بس هو الإجابة الصحيحة هي من الشيخ. نعم الإجابة الصحيحة. أحسنتم سيدنا بارك الله فيكم. فعلا الأفاك هو الكذاب كثير الكذب. أحسنتم ولا. شكرا للجنة التحكيم. مرة أخرى نقول لجنة التحكيم عندها الإجابة لكن من باب التغيير اختارت إجابات قريبة من الإجابة الصحيحة وقد تكون بعيدة أحيانا حتى تكون بشكل اختيارات للفريقين. نعم إلى المطاردة بالحفظ. نبدأ مع فريق الديوانية للمتابعة من سورة التوبة الآية 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أكمل. أعيد السؤال. نعم السؤال أمامك. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها وبئس المصير. أن له نار جهنم خالدا فيها وذلك جزاء الظالمين. خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. نعم. تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إنا معكم مستهزئون. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. أكمل. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته قل أبالله ورسوله وآياته قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أكمل ولقد استهزئ برسل من أعد كنتم تستهزئون قل سير لا تعتذروا قد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا كافرين أعد إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا ظالمين بأنهم كانوا مجرمين أكمل يعتذرون إليكم إذا رجعتم أعد. إليهم أعد بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات المنافقون والمنافقات والكفار أشد كفرا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويحاربون الله ورسوله وينهون عن المعروف وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم تقدر تكمل؟ نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون نعم والمؤمنون وعد الله المنافقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وأعد لهم عذاب هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب الجحيم ولهم عذاب مقيم شكرا للفريقين الحفظ بلا أدنى شك من الأمور الصعبة جدا وفقوا الأحبة لحفظ القرآن الكريم كاملا أو أجزاء منه لكن أكيد أجواء المسابقات أجواء المراجعة أجواء هذا الشهر الكريم والتعب والسفر قد تكون حائل بينه وبين ذاكرته مع القرآن الكريم شكرا للفريقين على مشاركتهم أصل مشاركتكم ومدعاة فخر أنكم من حفاظ القرآن الكريم سيدنا هذا الجزء الأخير لذلك شوية ما لحقنا احنا كقراء يعني نعترف بأن الحفظ أصعب بكثير لكنكم وفقتم وأحسن من عندنا احنا القراء فهذا يكفي
أنكم من أهل القرآن الكريم وأنكم من الحفاظ. النتيجة لا تعني شيء بقدر أنك حافظ القرآن الكريم. طبعا كلامي للفريقين وبقية الأحبة. نعم شكرا لكما على هذه المشاركة الطيبة. مو سهلة، وهو الجزء الأخير من أو الجزء العاشر صعب أكيد. إذن إلى التلاوة أيها الأحبة، ونبدأ مع فريق الديوانية. اقرأ النص الآتي بمقامي الرست والنهاوند من سورة الأحقاف المباركة الآية 15. تفضل يا فريق الديوانية. نعم سيدنا مكتوب وقلتها. نعم رست ونهاوند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا إني تبت إليك وإني من المسلمين. أحسنتم سيدنا، طيب الله أنفاسكم، شكرا لكم. فريق ميسان الأحبة اقرأ النص الآتي بمقامي السيكا والبيات من سورة الحجرات المباركة الآية 9 و10. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا
قتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. أحسنتم، شكرا لكم. نعم أحبتي، ننتقل الآن إلى سؤال تفسيري آخر. ما سبب نزول قوله تعالى يا فريق الديوانية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم، وصلي يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الواقع هذه الآية يعني كان من أسباب نزولها بأن قوما كانوا لا ينفقون من مالهم، فجاءت هذه الآية لتحثهم على الإنفاق بما له من سعة من الجوانب المادية والجوانب الروحية، ليحصل الإنسان على الأجر الأخروي إضافة إلى ما يكون له من سعة في الحياة الدنيا. فجاءت هذه الآيات الكريمات لتحث هؤلاء على هذا الإنفاق، وخاصة ذوي القربى، فالقريب هو أشبه بما أن يكون صلة للرحم، فصلة الأرحام هي أبدى من غيرها في هذا الإنفاق. نعم أحسنتم، سمحت الشيخ تفضلوا. أحسنتم بارك الله فيكم. في الواقع ذكر معنى الآية، نعم، المطلوب سبب نزول الآية، نعم، وسبب النزول فيه عدة آراء، منها إذا يسمح الوقت جناب السيد. نعم ولو باختصار شيخ. باختصار. جزاكم الله خير. بعض المفسرين ذكروا أن سبب النزول في هذه الآية بشأن عدد من الصحابة أقسموا على عدم تقديم مساعدة مالية للذين تورطوا في أي قضية؟ في قضية الإفك. لاحظوا في أسباب أخرى يذكرها المرحوم الطبرسي وكذلك القرطبي وما شابه ذلك، أنها في حال عمومية عدم إعطاء الأموال للذين تورطوا. ولكن مجموعة كبيرة من مفسري إخواننا أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون بما ينقلون عن ابن عباس والضحاك، فيبينون أن هذه الآية نزلت بخصوص أبي بكر
حيث أقسم بعد حادثة الإفك على عدم تقديم أي مساعدة مالية لمن تورط بالقضية لابن أخته أو ابن خالته، وهو الذي نشر شائعة الإفك، في حين أن الضمائر التي استعملتها الآية جاءت بصيغة الجمع وتبين أن من المسلمين اتخذوا قرارا بقطع المساعدة عن الذين ماذا تورطوا بالإفك. طبعا الآيات القرآنية غير مختصة في حالة معينة، فهي سيالة إلى زماننا الحاضر بأنه يجب أن لا نستسلم إلى عواطفنا كما يبين صاحب الأمثل، ويجب أن نعمل بما يأمرنا به الله تبارك وتعالى. شكرا لكم سماحة الشيخ. ما سبب نزول قوله تعالى أيها الأحبة فريق ميسان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون؟ تفضل. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية جاءت لتبين حادثة حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن شابا من المدينة تبع إحدى النساء، وكانت هذه المرأة كان حجابها يعني فوق الأذن فتبعها، وكان ينظر إليها يعني بشهوة أو بلذة، فعاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بنفسه وروى هذه الحادثة، فنزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله ليقول له أن أنذر بهذه الآية. نعم، أحسنتم سماحة الشيخ، تفضلوا. أحسنتم سيدنا، جواب ممتاز. هنا أذكر أقول أين نحن من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه إذا أذنبنا حتى إذا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أحسنتم، شكرا لكم. شكرا لكم. إذن سادتي وأحبتي فاصل قصير ونكون بخدمتكم وإكمال مجريات هذه الجولة. طبتم مطابة أوقاتكم سادتي وأحبتي. نعم، في الجزء الثاني من هذه الحلقة بين الديوانية باء وبين ميسان باء، حلقة مصيرية، فريق واحد منهم فقط يتأهل من الربع النهائي إلى النصف النهائي. والسؤال هذه المرة للأحبة فريق ميسان باء، نبدأ معكم هذا السؤال الخاص بالحفظ، ما نحتاج لا ترتيل لا تجويد، فقط تقرأنا الآية واللي أمامك. اقرأ الآية التي تتضمن كلمة الذكرى. باقي لك 20 ثانية. خمسة عشر ثانية متبقية. خمس ثواني. نعم، انتهى الوقت لأحبة فريق ميسان. ما كان عندك إجابة ولحد اللحظة؟ شكرا لك، طفينا الميكروفون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. نعم، ينسينك، أي نعم. وين الحركات يا وهاد؟ إذن من سورة الأنعام الآية 68. السؤال لكم أحبتي فريق الديوانية، اقرأ الآية التي تتضمن كلمة شجر. عد التنازلي 20 ثانية متبقية. عشر ثواني متبقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شكرا لك. نعم، إجابة صحيحة وضمن الوقت، أيضا محسوب ضمن الوقت. نعم، المهم انطلقت بها بشكل صحيح. نعم، ما الفرق يا فريق ميسان؟
بين طور وسيناء في قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. طور، بسم الله الرحمن الرحيم، طور تأتي بمعاني عدة، إحدى معانيها أنها الجبل، الجبل بشكل عام، وإذا مزجت مع كلمة سيناء تكون الجبل ذات الخيرات، لأن سيناء معناها الخيرات، أما سيناء فهي الخير أو الأشجار، المنطقة يعني مليئة بالأشجار والنباتات. نعم، سمعت الشيخ، تفضلوا. أحسنتم، إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، شكرا لفريق ميسان. فريق الديوانية، ما الفرق بين بأعيننا ووحينا في قوله تعالى: فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هناك فرق لغوي واصطلاحي بين العين أو اللي هي أعيننا، مجموعة للعين، ووحينا هو الإيحاء الصادر من الله عز وجل، وله طرق متعددة بالإيحاء من وراء حجاب أو بالمنام أو بطرق أخرى المعروفة. فأصنع الفلك بأعيننا أو بوحينا، العين أي تحت رعايتنا، العين تأتي مرة الباصرة العينية المادية ومرة لا المعنوية التي تنسب لله عز وجل الذي يتنزه عن الجسمانية. فالعين هنا بمعنى الرعاية. وأما بالوحي بالإيحاء، أما أن يكون بالقلب أو عن طريق ملك يوحي إلى ذلك الموحى إليه من رسول أو نبي. أحسنتم، نعم، سمعت الشيخ من جد. أحسنتم، بارك الله فيك، شكرا لكم. نعم، سؤال للحفاظ الآيات المتشابهات. فريق ميسان، أذكر موضعين ورد فيهما: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم مع ذكر اسم السورة. حد التنازلي بدأ يا الأخو في الكنترول. عشرين ثانية متبقية. أولئك الذين، أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن. نعم، إذن السؤال لكم هذه المرة أيها الأحبة، فريق الديوانية، أذكر موضعين ورد فيهما: وما يذكر إلا أولو الألباب مع ذكر اسم السورة. سورة آل عمران صفحة 75: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. خمس ثواني عندك، وين ما يتذكر إلا أولي الألباب. نعم، الأولى من سورة البقرة الآية 269: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الثانية من سورة آل عمران الآية 7: هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخره وما يذكر إلا أولو الألباب. وإلى طبعا كان عندك أنت بس ذكرت سورة مو؟ نعم، جيد. بعد هذه لجنة التحكيم هي اللي راح تأخذ ذلك بنظر الاعتبار. الإنشاد، نبدأ مع أحبتنا فريق ميسان. النص الآن أمامكم، حدد المقام اللي عجبك وتفضل وأنشد. شغل الميكروفون وتفضل. يا الله، إن شاء الله مقام الكرد. براحتك، تفضل. طوبى لمن قد ودّ آل محمد
محمد. أهل النداء أهل الإباء والسؤداد الصادقين القانتين ومن العلم الرصين ومنبع العلم الرصين من الطراز الأوحد. أحسنتم، شكرا لكم. نعم، فريق الديوانية، النص أمامك، حدد المقام اللي عجبك انت براحتك يا مقام. ان شاء الله يعني راح ابدا بمقام البيات. تفضل. ثم اتنقل بين اجناس المقامات. ما شاء الله، تفضل. ان شاء الله. نعم. طوبى لمن قد ودعا لمحمد، طوبى القانتين ومن باع العلم الصادقين والقانتين ومن ومن باع العلم الرصين من الطراز الأوحد. الله الله الله، أحسنت. نعم يا ملا عمار الكناني. أحسن، جزاك الله خير. إذا أبتدأ من فريق الديوانية والقارئ والمؤدي السيد حفظك الله ورعاك، الله راويتنا لون ثاني من ألوانك الجميلة يختلف عن التلاوة وهو الإنشاد، وكنت منفردا في هذه الطريقة باعتبار أنك مهتم أيضا بالقضية الردة الحسينية والإنشاد الحسيني، جزاك الله خير. كان أداؤك جميل ورائع وأمتعتنا، و صوتك جميل، إلا أن هنالك كانت بعض الهفوات البسيطة لا نسرد فيها، ولكن الملاحظة التي أود أن أوصلها لجنابك الكريم حبيبي العزيز هو أنه موضوع الإنشاد عندما تكثر فيه العرب والجوابات الغير متقنة يفقد جماليته ويفقد روحيته ويفقد إحساسه. عندما ننشغل بصوتك وانتقالاتك النغمية ولا نفهم ما تقول من النص ومن الشعر، وأعتقد احنا أكدنا على هذه الملاحظة في الحلقات السابقة، هنا يصير لم يكن تكنيك صحيح بين النغم والشعر وبين الإنشاد والشعر. انشغلنا بصوتك وارتفاعاتك ولم توصل البيت بصورة صحيحة لقلوبنا. جزاك الله خير، كان أداؤك جميل ومتفرد، أحسن. أما بالنسبة للقارئ العزيز بن ميسان حفظك الله وأيدك ورعاك، لم تكن منفردا كما كان السيد منفردا في الإنشاد، كنا نستمع إلى تلاوة أيضا
بطريقة ثانية حفظك الله ورعاك، كنت مستعجلا كثيرا وقرأته قراءة سريعة النص، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المرات القادمة. وبدأت بداية جميلة، كانت البداية جميلة ولكن في النهاية كانت هنالك ركة، حفظك الله ورعاك. شكرا لك حبيبي مولى عمار الكناني. نعم أستاذ فيصل. لا توجد ملاحظات. لا توجد ملاحظات. شكرا لك أيضا على هذه الكلمات. إذن فاصل قصير وعندنا سؤالين أخيرين مصيريات للفريقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء الله غالب على
حياكم الله أحبتي، وصلنا وإياكم إلى اللحظات الأخيرة تقريبا من عمر هذه الجولة الثانية والمرحلة الثانية من المسابقة القرآنية الفرقية السابعة، فريق الديوانية وميسان. الديوانية لحد الآن 46.25 درجة، ميسان 54.25 درجة، طبعا من 88 لأن عندنا بعد 12 درجة. السؤال الآتي، مثل ما تدرون وتعرفوا عليه الأحبة، السرعة المخطوطة الآن تعرض للفريقين، السرعة من خلال الضغط على مفتاح الإضاءة، 5 درجات منح أو 3 خصم. نعم، المخطوطة الآن أمامكم وبدأ العد التنازلي للفريقين، قد تتغير النتيجة من خلال هذين السؤالين. نعم، وهذه الفقرات الجميلة. نعم يا فريق الديوانية، إما تأخذ 51.25 أو تصير 43.25. قول نعم الديوانية. نعم الديوانية، 5 ثواني. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سيد خارج الوقت، أنت من شغلت المفتاح الإضاءة المفروض تجاوب من وقت. أنا أريد تتأكد من الحافظ. تتأكد من الحافظ؟ مو الحافظ يعني. وضغطت المفتاح يعني حتى بس تضمن الجواب. أحسنت يا سيد، ما أدري نقبل منهم داخل الوقت بشوية. نقبلها. شكرا لملا عمار كنا. شكرا لفريق الديوانية بحصوله على 43.25 درجة، وشاورهم في الأمر الإجابة الصحيحة. نعم، السؤال الأخير، من هو القارئ للفريقين؟ التنازلي بدأ، إما أن تجيب أو تحول الإجابة على الفريق الآخر. أول مرة قلت تحول السؤال. نحوله مولانا، نحوله. إي والله راح ياخذها بزودة السيد. نعم يا فريق ميسان. نعم بالضبط، لأنه الديوانية من أول المقطع ضغط على المفتاح. نعم هسه راح نجرب لك، جاوبني. سيدنا عندك 5 ثواني. خمس ما ثواني. ما تعرفه. نعم. إذا دست على شنو؟ أود أحاول عليهم. ها حبيت تتعرف عليهم، هم خسرانين. حاول عليهم. حولت عليهم، وهم راح نطير منهم 5 بعد 20. إذا خصم منكم 5 ما جاوبتوا، فصارت درجتكم 49.25 درجة، وفريق الديوانية راح تجي لكم إضافة مني درجة واحدة أو درجتين أو 3 هم ما راح تشفع لكم. إذا ميسان إلى النصف النهائي، ميسان باء. شكرا للفريقين، شكرا للجنة التحكيم، شكرا لكم أحبتي، دمتم بخير والسلام عليكم. وقبل ذلك عبد الراضي هي الإجابة الصحيحة في مالها.